وصلنا للفاينل فور. اذا بدك فينا نقول فاينل 8 عذبكم شوي، شو فرق معكم بين الجيم 3 والجيم 4؟ كيف كان يعني جيم 4 ونواف فايتين على الفاينل 4؟ قدام مين رح تواجهوا؟ شو النفسيه؟ يعني اول شيء شانفيل مثل ما بتعرف فريق كثير كبير، على ارضهم كثير صعبين، خسروا خسرونا اوريدي مره، خسروا المتحد، خسروا الحكمه باجنب واحد، فانه دائما عم بيقدموا مباريات كثير كبيره هون على ارضهم. نحن عارفين اوريدي خسرنا هون بالفاينل 8، جايين كثير مركزين، عم صار معنا يعني كذا اب اند داون ما لازم يصيروا بالجيم، مهم ربحنا بالنهايه، وبدنا نقول لهم مبروك للشانفيل على السيزون كثير كبير عملوه بعد كل هال قطعوا فيه بالبري سيزون، يعني فريق تغير. هلا ان شاء الله ما بعرف يعني ناطرين جيم بكره بالسريع الثاني، ما بتعرف مين ضد مين رح تلعب، يعني كثير قريب المستوى بعد ما شفنا المتحد قدموا مباراة كثير كبيرة، فمين ما نلعب ضده بدنا نكون جاهزين، بدنا نقدم مستوى احسن من هيك اكيد. بدنا بشكل سريع طمنا احمد ابراهيم، شفنا انصاب احمد ابراهيم من امبارح بالتمرين شد ظهره، اليوم كمان كنا عايزينه كثير، فان شاء الله هلا رايح يتصور، ان شاء الله ما يكون شيء مهم. ميرسي جون، ميرسي لك.